الموتور بتاعنا ايه؟
دلوقتي انت تعتبر ايه ديناميك او اندر بوستيريور ترابس؟ سواء ده او ده كل العضلات اللي بتعمل اكستنشن الصوابع باظت. اكستنشن الصوابع ليه؟ راجل اكستنشن مش دورك مش تميني وانديسس وبويسس كلهم واخدين البوستيريور ترابس. كل العضلات اللي باكت في القعر واخده البوستيريور ترابس بتاع رجل ما عدا 127 واخد 9 اللي ياخد من الريد ده نفسه. طب العضلات اللي باظت اللي هي عضلات اكستنشن بتاع صوابع. طيب انت تتشل لو قطع واحد من اثنين، الواحد من اثنين، لو قطع الريجل مكان البوستيريور ترابس باظ، لو قطع البوستيريور ترابس تبقى باظ. يبقى في اول موتور اول اعراض الموتور انك انت عندك شلل في الاكستنشن بتاع الصوابع. فالصوابع اللي هيطلع عليها تخش يعمل لها اكستنشن فتسقط كده. يسموه ده فينجر جروب. يبقى العيان عنده مرض اسمه فينجر جروب، انت يصاب بالفينجر جروب في حاله من الاثنين. يقطع مين؟ يقطع مين لو كده؟ يقطع الريجل يقطع البوستيريور ترابس. ده تمام؟ لان انا لما هقطع الريد انت بصيت تقص الباص، قطعت بصيت تقص فهو باص. فبالتالي عضلات الكام سنشن صبعك باص فصبعك يجي سطي منها كده يبقى عامل حاجه اسمها فينجر دروب. طب لو الريد مقطوع، انا لو الريد مقطوع يا دكتور يبقى كل العضلات اللي عندها في الارم باص. لان في ثلاثه منهم واخدين من الريد والباقيين من بصيت تقص. طب انا لما اقطع هنا يبقى اي عضله خدت من الريد انكونيوس سوبرنيتو اي حاجه من دول كله باص. انا طبعا هي ايه؟ يبقى كمان اكسبشن بتاع الريست باظ. فالعيان حصل له ريست دروب. يبقى في حاجه اسمها فينجر دروب وحاجه اسمها ريست دروب. ايه اللي بيحصل ريست دروب؟ لو ريجل باظ. لان ريجل باظ كده يبقى بصيله تقص البايس. طب ريجل كان بيدي ثلاث عضلات بريتشر دانس سيسو كارباري دانس لوكس انكوينس مباشره. يبقى سيسو كارباري دانس لوكس حصل لها ايه باظ؟ يبقى مفيش ولا اكستنسور ان الريست شغاله. فايه العيان حصل لها ايه كمان؟ ريسو دروب. انا عيان بقى عنده فينجر دروب ولا ريسو دروب. انا لما اجي اي حاجه بايدي اعمل هاند اسمها هاند جريب قبض الايد كده. قبض الايد يعني ايه؟ بتمسك بصوابعك اي حاجه كده جريب. بتعمل فليكشن لصوابعك. طب مين بيفليكس صوابعي؟ صوابع الشارع سوبر فاندس. ماسكين على كده. انا طب صوابع الشارع سوبر فاندس من ضمن وظائفهم ان ممكن يعملوا فليكشن للريست. فلما حصل فليكشن للريست وجيت اعمل هاند جريب ما اعرفش امسك الحاجه كويس. تبقى ضعيف. يبقى ده معناه ايه؟ ايه اللي بقى على الفليكشن بتاع الريست اللي يحصل؟ الاكسسور بتاع الريست. يبقى لما اجي اقول انا عايز اعمل فليكشن صوابعي كده. طب السوبرفيشال سوبرفاند السوبرس لونجاس لو عمل فليكشن صوابع ممكن يعمل فليكشن كمان لمين؟ للريست. مين يمنع ان الريست يحصل له فليكشن؟ الاكسسور بتوعه. طب انا قطعت الريد ده حصل ايه للاكسسور؟ فليكشن. يبقى عيان كل اللي بيعمل فليكشن صوابع اللي هاند جريب يحصل ايه للريست كمان؟ فليكشن. وانس حصل فليكشن امسك الحاجه كويس ولا امسكها شويه؟ اجرب في البيت كده احاول امسك حاجه امسكها كده جامد جدا في النور. انما لو ايدي تاني كده ما فيهاش احاول امسك اي حاجه اللي هي ضعيفه جدا. ففي الحاله دي تبقى الهاند جريب قبضة ايد العيان كويسه ولا وحشه لو كده؟ ما تروحش. طيب العيان اللي عنده الكلام ده اللي عنده سيل ده قصه تلب انجري عنده فينجر دروب انما ما عندوش ريست دروب. ليه ما عندوش ريست دروب؟ عشان اقدر اسمها اكستنسور كارفاي فريجال سوكس اللي بتاخد نفس الصبايه من ايه؟ من الريد. وانت قادر على انها تعمل شويه ديابريت اكستنشن مع شويه ريد ديابريشن مع شويه ايه؟ ريد ديابريشن. انما ما عندوش ريست دروب. لو انا قعدتك في شهر قلت لك وريني فينجر دروب تعمل ايه؟ تيجي معايا اكستنشن للصبع للريست كده سقطت صبعك مش كده لا يبقى فينجر دروب. طب عايز الاثنين سقطوا مش كده 100% بدرجه زي الفل كده وكده وكده مع بعض يبقى مع بعض يبقى لازم 100% اللي طبعا كل وريني فكره كله بيعملها كده كده وريني فكره كله بيعملها كده كده. اذا انا عايز واحد من الاثنين مش كده ده يبقى انا عشان اريح الدكتور اجي للريست اللي هو ده يبقى ده اعمل له اكستنشن ما فيش لسه دروب بس قطع صعب ده اسمه ايه بقى في الحاله دي كله يبقى اصلا يبقى فينجر دروب. يبقى انا لو سقطت ايدي كمان يبقى ده ريست دروب. اي واحد فينا بيبقى عنده حاجه ايه وحاجه اسمها ايه؟ فينجر دروب وريست دروب. متفقين على الكلام؟ لو ريد اتقطع في الدايس وهو ماشي عند الاكزيلا ده ترايسس تشن. طب ترايسس تشن العادي ترايسس اكستنشن ولا لا؟ يا قلنا كلام يا جدعان قلت انا لو واقف معاكم كده اغمى عليا لا قدر الله لا قدر الله فايت كده وقف كده تضحك اللي فاكر دي جذبيه ده احنا اتفقنا لو انا شايف صليب شايف وبنزلها
بتنزل واحده واحده كده. ده لو ترابيزه انقبضت تعرف معناها ايه؟ هب الشاي كده وهب الشوربه كده وكسر الرش اللي عندك كلهم. فبالتالي الترابيزه بتصدع للعقل انت بس لو مكان ده بيجلس الجيس. يبقى العيان اللي عنده ايه النيرف انجري لما يجي اكستند الالبو يعمل صعوبه في حاله دي لما كده لو في ريزيستنس. وعشان كده برضه في الكلينيكا في السلسلة ده يقول لك لما تزود الترايسبس كان عارف وضع الابداكشن في ايده كده ان في حد عمره ما جرام تساعدته يا عمل اكستنشن في الترايسبس يا ما عملهاش. يبقى العيان اللي عنده ليه نيرف انجري عنده ضعف الاكستنشن بتاع الالبو مش كده ولا لا؟ ما بيقدرش بيبقى ضعيف اجين السنين لما كده يلس الريزيستنس لان هو كده انت طلعت بقى مش عارف عيان فخليها في ايده كده في ايده كده ورا ظهره ايد الدكتور كده تحط ايده ورا ايد العيان دي هو يفرد دراعك وانا قوم. يبقى في الحاله دي الباشا في الترايس شغال ايه ده بس سؤال ايه اللي حصل في الموتور بتاع التيرمينتيس ده دارونا بعض ولا لا؟ ماشي كده لا. يبقى مره واحد نمره واحد لو قطع بصير انت بص تاني او قطع عين تاني الصوابع ما بتقدرش تعمل اكستنشن يبقى عنده فينجر واحد. نمرة اثنين لو قطع ريديا يبقى كمان الريس بيحصل له دروب لان كل السنسور باظ منهم السنسور كارفاي الدارس لونجس اللي شغال لوجود ريديا فبيحصل ريس دروب. بعد حصل كده يبقى بعد ما يمسك حاجه في صوابعه لازم ايده بقت مبنيه كده هيحاول يمسكها ما يعرفش لان في الحق طبيعي لما انت بتيجي تمسك حاجه كبيره كده الفريكشن بتاع الريس بيتمنع بالاكستنسور بتوع الريس مش كده فيها تبقى ماسكه كده اتشالت ازاي لازم تقع مش كده لا انا طب القطع عندي فوق في بدايته انا بتتشالت كمان اني عضله ونازل الترايسبس وكمان طبعا الكتاب قال الموضوع از ماتش از بوسكس ده احسن صح. تعالى بقى نشوف مع بعض الموتور بتاع السيلز السيلز بتعمل الفخ ممكن نجرب كده مع بعض دراسه بس نبقى كده قاعدين في بعض السيلز السنسيشن بتاعتنا طبعا الواحد قبل ما يقرا سنسور يستقبل الرنه ده ايه ده ايه؟ لو حد فينا ذاكر كويس يعرف ان الرنه بتدينا بصير فينا سيرف اوف ذا ارم وبصير فينا سيرف اوف ذا فور ارم كلنا عارفين كده وادانا اللي هو ده فينا سيرف اوف ذا ارم تمام؟ وبعد كده الكلب بتاعنا ادانا صور في الشريط اللي راح يدي تلتين الباك اوف هي وثلاث صوابع ثلاثه بروكسيمال بعض حلو قوي. الريديا نيرف الصدايا اللي في دي كلها بس الاماكن اللي بتاخد من الريديا نيرف الاذر نيرفز اللي حواليها يعني مثلا نيرف ليه بصير كتير زي ما اتفق في ميديا كتير زي ما اتفق ارم ده ماتش من ميديا كورد بتاع بريكر بيس وفي لاب كتير زي ما اتفق ارم ده كان امتداد الباسكول في تينيس بتاع لاب كورد الميديا مع الميديا كلها على لاترال كل واحد فيهم يديله شويه اوفرلاب برانش رفيعه تروح للمنطقه اللي واخده من الريد يعني ده معناه المنطقه اللي واخده من الريد على فور ارم من ورا مش واخده ريد بس ده الاثر نفس اللي حواليها من الجلد اللي حواليها بتبقى كام؟ مثلا في بصير كتير سنرف اوف ذا ارم طب في ميديا كتير سنرف اوف ذا ارم وفي حاجه اسمها انتركوس كذا نرف تانيين برضه برانشات بتسحب على المنطقه اللي بتدي مين انهي نرف لما كده قريب اجي على هند قريب ده بقى ده سوبر في شريط وهذا السوبر في شريط يا تيتا تلتين الباي اوف ذا هند وده ثلاث صوابع ونص البرانشات بتاع ميديا لو حد كده فاكر كان ميديا قدام ولف ورا لان انا في النص ده بس دول بيرتدوا كمان على البروكسيمال بار وعلى الهيم مع الحته اللي هي اللي سميناها وجه البيت لو تفتكروا يبقى كل الاماكن اللي بتاخد من الريتال عليها اوفرلاب من حولها. اوفرلاب يعني ايه بقى؟ يعني النرد يديه كمان مش نفس المكان. طب النرد قطعنا الريتال لو انا انسان عبيط وبيبان جدا في الشفق قول لي مين اللي قطع قول لي مين الحته اللي بتعمل السنسيشن يقول لي باك اوف ذا ارم وباك اوف ذا فور ارم اللي هو اللاب باك اوف ذا ارم والتلتين اوف باك اوف ذا ارم ثلاث صوابع ونص يقول له عميق بس بنت على طول. هو ايه اللي حاصل؟ هي السكس لوس سمول تراينجلر ايريا الاريا دي اللي بتقول مين وفيها بين اول ما تكرفت وبين تكرفت الحته دي بس اللي هي كورسبوندنج للويب بتاعنا الحته دي. طب واي حته ثانيه واخده من الميديا من الريد ده يعني فيها سنسيشن بس اللي فتحصل حاجه اسمها باراسيزيا. باراسيزيا يعني سنسيشن اقل في التبع دي في العين بنعمل حاجه بتاع الموضوع باذن الله ان شاء الله بس الدبوس شكل نفس المنطقه هنا شكلها على الناحيه الثانيه. اقول له حاسس كده؟ طب دي زي دي ولا مش دي زي دي؟ ماشي كده لا لان انا في مقارنه عندي مش هقارن عليه عليا. طب اقول له انت حاسس بديت؟ يقول لي اقول له طب دي زي دي؟ يقول لي لا دي اقل شويه مش كده لا. طب الحته المثلثه اللي انا هنا دي لا فيها خالص ما فيهاش سنسيشن. يبقى انا بسالك سؤال لو قطع ريد النار يبقى السنسور بس حاصل فيه لو انت صحيح على قبل كده قال مستعد كل الهند من ورا قال لا من دور ده التالت ده بس طب اي حته ثانيه اي فولت ثاني واحد من الريد النار
هيحصل في حاجه اسمها ريال الريزيشن تقل ولا تفقد، مش كده تقل ولا ايه تفقد، دي تقل ولا تفقد عشان هي اصلا بتعمل ازاي، بس مش عارف بالظبط 100%. يبقى العين عنده حاجه اسمها باراسيتيا، باراسيتيا للسنسيشن بالظبط العين، مش كده ده مش قادر اقول كومبليت لوس اوف سنسيشن ولا نورمال سنسيشن، يعني الاثنين على النص. خلينا نقول الغلطتين، غلطتين الكتابي الاولانيه كل واحد يقرا كتابه عشان يجرب طبعا. طبعا انا اكتشفت ان الناس بتذكروا جدا السيرة اللي سالتها في مدرج او بعد كده، في ناس بتذكروا بس قوي ما شاء الله يعني بصراحه. اللي يبص في الكتاب الاولاني اولا في السنسور، ايه اللي مكتوب في السنسور ايه؟ لو عندنا الضمير قال له سنسور اللي فين؟ باش او كده صوت ده غلط، اللي مكتوب جنبه ده غلط. كان بيك ايه؟ باش اوف سنسور روس اوفر ذا لور هاف اوف الدكتور، وانا مالي؟ هو السين اللي بيغطي اللور هاف اوف الدكتور كان من مين؟ من السيركمفريكس. مرجع بريد ده خالص، يبقى ده سطح الكوع اللي بيست بتاع المرض سرح الجيك ده، مش كده بقى مش الريكس الاستاذ طبعا، يعني اكيد اللي غلطان هنا ده يعني اللي هو بتاع الكمبيوتر يقعد يلعب الكوع اللي بيست دي من هنا وحط هنا وحط من هنا كده، فاكيد الكوع اللي بيست بيغطي، لان طبعا السكين اللي بيغطي اللي هو البارت بتاع الدلتوي ما بياخدش من الريد ده بياخد من النيرف اسمه ايه لو تفتكروا سيركمبريس، ولو حد فينا عارف سيركمبريس كان بيرجع ورا الجسم للانتير وير وسير البوستير رود بارت، ويبقى اسمه افر داتا كوتينيوس نيرفوس ارم اللي بيدي السكين اللي بيغطي مين؟ اللور بارت بتاع الدكتور، لكن زمان اول نيرف كان كده، فبالتالي الحته دي غلط عندهم 100%، فمشطوبه طبعا وما تعجبنيش طبعا. لو سالت اي حد في الكليه هتلاقي ان صعبه هم اللي غلطانين. فمثلا لو حد فينا كده من الناس اللي بتذاكر كويس، هل هنا في صفحه اللي هي 65 مكتوب ايه في 65؟ 6 5 ديت قالوا السيركمبليكس الاكزيلت مكتوب فيه ليه انتيريور برانش بوستيريور برانش، مكتوب ايه بوستيريور برانش؟ بيجي برانش العضله اسمها تيرس ماينور زي جارس اراوند بوستيريور بورد اوف دلتوي تو بيكام ذا ابر لاتا كينس نيرف اوف ذا ار which is our skin cover any part of the toy lower part and the skin اللي بيغطي اللور بارت بتاعت التوي مش بتعمل ريك خالص، مش كده لا هي الجمله خلاص 100% فرشتم عليها اكيد بيغطي القلم ما اعرفش بيغطي التوي لو حصل كده. يبقى بالتالي الباتش دي مش هتطلع. طيب نرجع نكمل كلام في نقطه ثانيه اللي طلعها يا معلم. انا بقى دي كده كل واحد في الكتابه مش هتطلعها هنا السنسور اللي فين؟ اسمول اريا، سمول اريا دي صغيره طبعا بعد المسافات الكبيره اللي بتصلي دي سمول اريا بس. سمول اريا اوف كومبليت لوس اوف سنسيشن موجود على ظهر الهين بين اول وثاني تكرفل بون احنا مسميه ريستريكشن انحصار، كلمه ريستريكشن انحصار. ريستريكشن اوف سنسور لوس فقدان الاحساس لهذه الاريا ديو تو اوفرلاب اوفرلابين الفرقيه اوف سنسوري انرفيشن اوفرلاب للسنسوري للتغذيه العصبيه الحسيه يعني. فاذا في سنتينار من الفتره القريبه انا ما اقول في بصير في اسنان اوف ذا فور ار في ميديال في لاترال بيد الحته دي تبقى دي انتي سنتينار مش عماله تصلي نفس المنطقه اللي هو بتعمل ايه. ان ذا اريا اوف ذا ديستريبيوشن اوف ذا يعني انتي سنتينار في الاريا اللي صليت انتي سنتينار الاريا اللي صليت بريد النار الريد النار صليت ايه؟ دي اريا. طب فيها حاجه جنبها نيرفس مش شبه عريضه بيت بجلد اللي حواليه انتوا كمان اللي بتداروا دي لما كده يبقى الاوفالير جاي منين لو بعد كده من الادجسنت نيرفس اللي هي جنب ايه الحته اللي قدام الريد يعني باجي اقول الريد ادى الباك فور ارم عشان دي صعب فعلا ادى الباك فور ارم هنا طب يبقى في حته جلد هنا وحته جلد هنا دي قدام النيرف ودي قدام النيرف يبقى هنا في نيرف ادجسنت للاريا اللي بتاخد من الريد والنرف الثاني ادجستنت للاريا اللي بتاخد من الريد النرف اللي هنا او النرف اللي هنا اللي بيصلاي الاريا اللي جنب الاريا اللي صلاي من الريد النرف يبعته للاريا اللي صلاي من الريد النرف لان كان العبيط مش كده ولا لا؟ يبقى تاني يبقى في اريا صلاي من الريد النرف الاريا دي في النص طب في اريا ميد دال واريا دال دي ليها نرف صلاي ما اعرفش اسمه ايه وده نرف صلاي ما اعرفش اسمه ايه بس الحته اللي في نص الريد فالنرف اللي بيدي الاريا اللي جنب الاريا اللي هو قدام الريد والنرف الثاني اللي بيدي الاريا اللي جنب الاريا اللي بتاخد الريد يدوا الاريا اللي بتاخد الريد ما فهمتش الموضوع بصراحه مش كده لان دخلنا القصص دي وسمير بعد كده فرجونا مع بعض هو كده اختصار بعد كده وليه سمول اريا يبقى سمول اريا يبقى طبعا الكلام مكتوب نطلع من الملخص كده يعني عشان ما نفصل الهبل ده كله نقول ان ايه اللي بتاعت الاريا اللي صلاحيت بريدة تاخد من الاجهزه الثانيه الحمد لله رب العالمين مش كده لا لما
سنتر بنسمعه ليه الابليس سنتر سينا هذا الكلام او تاني تاني مين عايز تاني الريل طيب بعد كده بشوف بارا سيتيا بارا بالايج في الايافر بس مش هذا الغلط هي الغلطه جايه هي بارا في ايج باري سيتيا باري سيتيا يبقى بارا سيتيا هي فقط ارنب ستيج انجل بارا سيتيا ضد الاحساس بارا سيتيا الاحساس مش بالظبط over the posterior surface of the arm وال posterior surface of the forearm وال lower part بتاع اللاتر سايد اوف ذا arm ليه دول كلهم حاطط فين بارا سيتيا دول واخدين من الريديال بس اللي ياخد من الريديال ياخد من حاجه ثانيه فلما الريديال اتقطع ما فقدناش الاحساس بس مش كويس قوي ففي اضرار ولا ايه؟ ففي حاجه مش فاهمين يعني الايه اللي مكتوبه دي الايه اللي واخده من الريد الغلطه جايه بقى يعني فيها كام يبقى معاها بالظبط بس كتير ده من قدام مش من ورا مش شرط لا الغلطه جايه اهي لسه هنشوف كده ولاتر تو سيرفس اوف ذا دورز اوف ذا هاند ليه ايه الغلط في كلمه لاتر تو سيرفس لان احنا قلنا الجلد ده من الاصل لا الاحساس يبقى المفروض اني جزء بقى اللي استبيعها الكوسيتيا لو عملت كده الميدل الله يعرفك يبقى الميدل يبقى المجلس اسمار كده لما علم على ايدي كده لقيت انا فهمها من العمالة دي الحمرا دي يبقى استاذ قوي 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 زرقة ايه؟ دول التلتين دول التلتين دول مين التلتين؟ هل التلتين دول كلهم فاكرين بارسيتيا؟ فانا لا تطور ده انت لسه قايل الحته دي فالسنسيشن او صعب اللي هم كاتبين بايديهم انما مين اللي هنا اللي هيبقى فيها بارسيتيا؟ الميديا سيرف مش اللاتر تو سيرفس فاهمين حاجه ولا لا؟ ايه معنى لاتر تو سيرفس وايه معنى ميديا سيرف على ما كده؟ بيقولوا كده يبقى ركز السؤال لما ريت الاب ماشيين كان المفروض يبقى فيه فقدان سنسيشن لقيت ان لا الاماكن اللي واخده من الريتيال فيها ايه سنسيشن لان الاذر نيرفز اللي حواليها اللي مش تبع الريتيال دي كانت فوق حلو قوي ما عدا حته بتاعت الريتيال لوحده اللي هي يعني حته اللي هي الجلد دوت نسينا ده كلام طب الجلد اللي انا عامله بالاحمر دوت ده برضه هيبقى فيه باراسيتيا يبقى انا بقول الاماكن اللي فيها باراسيتيا مين اللي فيها باراسيتيا؟ على الحته دي اللي هو ده اللي هو البارك بتاع الاذر سايد وباكو ار وباكو فور ار والتلتين الهاند ولا الميدل سيرف ده؟ الميدل طب ليه ما قلتش التلتين؟ لو قلت التلتين يبقى الصف الاولاني غلط مش شرط لا ما انا لسه استقر على حاجه معايا بس الصف الاولاني غلط غلطه تاني يبقى انا جزء اللي فاتت اللي فيها الوسيط ده الميدل سيرف انا جزء اولاني الكلام ده وصل ولا ما وصلش؟ يبقى الناس الاسباب طبعا معلمين يبقى ده سنسور جمال بص اسمه ايه؟ سنسور بص طبعا عارف الكلام تاني عشان الجمالات مش الجمالات بتعمل فبالتالي بينهم بعض سنس الروس ذا دورز اوف ذا هاند طبعا البروكسيمال بارت بتاع الروع البروكسيمال بانجيز بتحس ولا ما بتحسش؟ البروكسيمال بارت ده بتحس ولا ما بتحسش؟ برضه باراسيزيا لان كل الاماكن اللي واخده من الرجل كبير دي لو صافيين كان سوبرفيشال ريد اللي دي تلتين الباك اوف ذا هاند والبروكسيمال بارت بتاع الصابع مش كده؟ طب اي حته واخده من الرجل لازم يبقى في حاجه اسمها ايه؟ باراسيت كسبت مين بس اللي المفروض برضه؟ يعني انا مش سليم عشان الفصل نفسه هرجع تاني اسال نفسي سؤال هو ريد يعني ساب لايت ايه من الجلد؟ من الجلد؟ من الجلد؟ انا بس سالت حسيت ان بيتكلم جلد زي العضلات ده احنا بنتكلم في الجلد دلوقتي ريد يعني ساب لايت ايه من الجلد؟ كذا وكذا وكذا كذا هات دي كلها في باراسيت اكسبت مين اللي المفروض باراسيت ده؟ الجلد منقصر الفيلم مش يعني انت بتصدق تروح السيرفين تاني كل الحتت اللي واقفه من الريديال بقى فيها حاجه اسمها باراسيت اكسبت مين اللي مفيهاش باراسيت يبقى دي بقى معلومات تاني هو الريديال اللي كان في الباك اوف الارض باك اوف الارض اللي هو البارت بتاع الثلاثه سايد تدين الباك اوف ذا هاند والسوبرفيش ريديال والبروكسيمال بارت بتاع الثلاثه صوابع ونصيب اداء معناه للبعض الريديال نور يبقى عندي سنس ونص يبقى لما كده التلت ده بقى طب باراسيت فين في كل الاماكن ففي حاجه ولا ما فهمتش ده بالنسبه لهذه النيرف دوريات ريدا يعني دايما الواحد لما بيقع في الغاك النيرف هي بص على الريد ام هيكش منه مش هتاكل حلو مش كده ده على طول بيكشف مش هتاكل حلو اول ما يكشف مش هتاكل حلو بيعمل نيرف تاني ما بيتعبش والله وقت كتير والله كتير والله يا بنت ربنا حسيت على ده يعني طبعا سالكولا في اول يومين لما بقابلكم ده احنا بنقول كلمه اقول ايه ده احنا بنقول كلمه ايه كلمه بول الواحد بشيل اوسس كلمه اوسس اوسس يعني بول اوسس يعني بول عشان تنقل على كلمه ثانيه. فين دلوقتي احنا بنقلب بالصفحات مش كده
تتخطى في النوم وما حدش يقدر يفتح بقه. فطبعا دي مش كده اللي تتراه ولا مش كده اللي الافاق جاي لسه انتوا لسه شرطه حركه اللي تنزل بعض لأن ريدة تقطع أو بصيرة تقص تقطع فكل العضلات هتصلها مرات لأن ريدة لو ردي بصيرة تقص فلما تقطع ريدة كأنك بوصل بصيرة تقص بس يعني نفس الفكرة هيحصل فينجر دور طبعا صارت تحت كده الفينجر دور لأن أنت مين جيتك لأن أنا هتلاقي في شعبه أنا اسم الديفورم شكله إيه هتقعد تشرح لي إن دول تشانل ما تشانلوش مش ناقص أعرف مش كده لا هتقول لي من آخرها فينجر دور أنا عايز أفهم بقى فينجر دور إزاي هسألك مفيش يبقى خلصنا طب انجل اوف ذا ريد نيرف كمان نرجع حتى بقى الانجل بقى ريد اوف ذا ريسك نو عشان بعرف ذا اول اكستنشن اوف ذا ريسك This is the way this disabling ability and قدرة disabling فقدان القدرة مش كم لا disabling because ده في أبي ماركت فقدان القدرة because إيه هذا النوع اللي هو ريد ده impossible because it's impossible to form it's صعب جدا to perform أداء فيرمي جريب ايه معنى فيرمي جريب؟ قابلة جامدة فيرمي جامد وجريب كانت قابلة هو ده ريسك ستريس ليه بقى لما هتقطع ريد كل ما اعمل فيرمي جريب جريب لازم الريسك هيبقى فليكس دي كده عشان الفليكسور بتاع الصلابة بيعملوا ايه في الريسك بتاعك بيعملوا فليكشن فكل ما تيجي تمسك حاجة جديدة في السوبرفيشال السوبرفايرس لازم الريسك يحصل بيه لما كده ليه الريسك لازم يحصل فليكشن لما كده عشان برضه ولا انا لو انت جربت في البيت النهارده تمسك اي حاجه جديده كده هتلاقي ايدك كده الرز ده حد كده وبعد كده اكستنشن ماجي كده فمين اللي حافظ على الرز في الوضع ده وبعد كده الاكستنشن اللي ورا لو انت سبتهم للسوبرفيشال سوبر فاندس كانوا بيعملوا كده وبعد كده ليش؟ لان انا لو قريت سوبرفيشال سوبر فاندس تاني قال لك بيعملوا فيكشن للصوابع بيعملوا فيكشن كمان لمين لما كده للرز فبالتالي لو سبتهم اشتغلوا لوحدهم هيعملوا ايه؟ فليكس الصوابع وفليكس الرز ولو فليكس الرز هل حاجة كويس ولا ما تقدرش؟ أنا دكتور ما تقدرش مش كده عشان كده بس إمبري اللي هي فقدان الحكم طبعا أي كلمة ما بتعجبكش تكتبها ديسابيليتي بص كده أي كلمة إن كيس البوستيريتا بوست نيرف إنجلي ليه ما عشان كارفاي لان انا لوحدها بالرغم انها لوحدها انها مع قدره على انها تحافظ على مين؟ اكستنشن ومع شويه طبعا ايه ده ديفيشن اكيد مش شرط لا يبقى نقول في البصير في بس نعمل انجري نو ريست دروب ليه نو ريست دروب لما كده وليت كده؟ قال عشان اكستنشن كارباي جالس فونجس دي صدرت من اني نيرف لما كده ريدر نيرف طب انت قاطع بصير الترقصص هي شغاله فبتقدر تعمل ايه للريست بتاعك؟ اكستنشن ويبقى نو ريست دروب يبقى انت يبقى في فينجر دروب ريست دروب لو قطع ريد الارت يبقى فينجر دروب ريست دروب قطع ريد الارت انما انت فينجر دروب بس لما كده ريد الارت بس بصير الترقص انما لو ريست دروب كمان لازم تحصل مع مين ريد سيبس روس فين؟ سيبس روس صعب جدا بس بلاش هل العيان ده يقدر يعمل سوبينيشن الاكستنت فقط؟ الوقت ده سوبرانيشن وعامل اكستنشن هل يقدر يعمل سوبرانيشن؟ ريجر ذات بايت ريجر ذات بايت ريجر ذات بايت يعمل ايه البايت بس البايت بتسيبه جريمه وقلت الادب يعني كل الفكشه لازم اعمل معاك ما دام عامل سوبرانيشن اعمل لك معاك عشان تطلع يبقى العيان انا عامل كده هقول لك سوبرانيشن الفور ار أول ما أعمل سوبريشن يعمل معاه فليكشن غصب عني، طبعا أنا نورمالي أهو أقدر أعمل سوبريشن وغير فليكشن، مش كده لا أنا مش فاكر أي عضلة دلوقتي لما كده سوبريشن وبتاعت فليكشن وجالس في البداية ده طيب أنا مين اللي بقى بس لازم مع السوبريشن بتاعها تعمل كده لما كده فليكشن يبقى في الحالة دي العيان بقى اللي ليه النيرف إنجري ما يقدرش يعمل إيه بقى لما كده سوبريشن أوف السوبريشن بيعملوا اي عضله؟ البايسبس مع كل السوبريشن لازم تعمل معاه ايه؟ فليكشن مش كده لا
فاكرين ريد ذا نيرف انجل في حاجه مش في كتاب الاستشعار. عندنا بقى ارت اسمه ريد ذا ارت. ريد ذا ارت غالي جدا، فين وفين فين وفرنشاته ايه والقصه بتاعته. طبعا الناس سمعت ريد ذا ارت ده في المشرحه وعارفين احسن مني. فيبقى انتوا هتذاكروا ريد ذا ارت في البيت وانا مش شايفين على الارت. اتفقنا؟ ونخلص بقى المنهج بدري بدل يوم 10 يبقى يوم 9. ده بقى يكون فاكر خلاص؟ الله العظيم ممكن كده نتفق على ده نسبة من اللي باقي بينا مع بعض. انتوا سافروا جزء وانا شافوا جزء. 10 10 بعد الظهر. بعد 10 ايه؟ ده انا بسبب عصر الجمعة اعمل صوت الجمعة هنا اجيبوا فترة كده على عضلة النرجات وبعد كده كده ما خلصت. صوت كام غير اللي انت الارض؟ التحليل اللي جاوا بس اللي بقول ده نفسي يعني هو بريتشز اكسلر ميديا الارض يعني ميديا الارض دي كانت الاهميه العامه طبعا في الفتره الجديده انا بتكلم عن امتحانات الريتشز معدل الامتحانات في الشتاء الاهميه شورت ريتش كتير جدا جدا تلاقي اكسلر كتير جدا بس بريتشز اكثر شويه تلاقي ميديا الارض ده ما اعرفش غلطانين عليه دي يمكن تكون السنه دي الارض بس ما اعرفش بس هي ده الترتيب تعالى نسمع مع بعض القصه بدات ازاي عندنا الارض دي بصراحه بس الناس تسمع كويس لما تيجي تروح بني ادم ولاد
اسمه ميتاكاربال اور. كويس، الارش اللي موجود هنا ده ايه اسمه؟ ديب بارت ار، نعم على ميتاكاربال بون مباشره كده، ده اسمه ديب بارت ار كده. يبقى ريت الارض هيبدا قدام ويرجع ورا، ولما تمشي في الارض كاستور بوكس ورا تخش من ورا قدام تاني، ولما يظهر قدام يتاج وتاج، تبقى عامل ارش، مين ارش عامل قدام؟ ديب بارت ار، نعم على ميتاكاربال بون مباشره. تيجي تكتب بتاع سوبر فيشالز بروفايل السلاطين وهو ماشي كده، قال لي في ارش تاني ماشي سوبر فيشال اسمه سوبر فيشال بارم ارش، الاثنين في البارم من قدام، اه الاثنين في البارم من قدام، تتسمى سوبر فيشال دي اكورد لمين؟ للتنسل بتاع مين؟ سوبر فيشال بروفايل السلاطين. انا بشرح كف بني ادم، اول حاجه تقابلني سكين وفاشل، قال لي سوبر فيشال بارم ارش، طبعا، قال له فين دول سوبر فيشال بروفايل السلاطين؟ قال لي في بارم ارش وليه حاطط الهند عشان توصل للارش، يبقى تسمى سوبر فيشال جديد. اكوردنج لما كده الاثنين تتجه على الارض سوبر فيشال سوبر فانس بسرعه بقى كف برجاله تلاقي سوبر فيش. مين عمل سوبر فيشال بارم ارش اساسا؟ ارم ارش بس جاله برانش مين؟ ريد. مين عمل دي بارم ارش اساسا؟ ريد بس جاله برانش مين؟ ارش. مين هذا الكلام؟ ريد الارض ريد الناس اللي قاعده صح كمان تبقى تقول بدايته فين ونهايته ازاي؟ الناس اللي فوق الصافيه مش كويس قوي. الارض بتاع جبريل بدا في الفرونت بتاع جبريل الفور ارض من فوق عند فرصه اسمها يوميتا فوص. الناس اللي تذاكر بعرف اكلمها كويس. الارض بتاع جبريل نزل داون رود على الابر سايد ولما يجي عند اللور بارك يجي ترجع ورا. ليه انا بنقصه في الحته ديت اللي ماشي في اي حته ورا انا تركي في الصافوص ويخش يهدم من ورا تاني ويكب فيها عمليه جميله ورا كده من لاترال تو ميديا. لما يقرب على النيدا سايد يلاقي واحد جاي له كده، مين اللي جاي له دوت؟ ده في برانش بتاع نيرفس من الارض اسمه انر ارتي يتعمل مع بعض ارش، مين ارش اللي عملته ده اسمه دي بانر ارش مش كده؟ طب مين عامل سوبرفيشال بانر ارش لو جينا مع بعض على انر ارت؟ طب مين اللي بتعمله سوبرفيشال بانر برانش وده جاي منين يا ولاد؟ من ريتا تعمل. نرجع بقى لريتا ارت. يبقى ريتا ارت بهدوء شديد جدا الكورس بتاعه بدا في فرانك فوق ارت ونزل على اللاتر سايد بتاع فوق ارت وعند اللور انت بتاع ريتا تلاف رجع ورا مش في حاجه اسمها اناتوميك ستار بوكس ويخش الهاند من ورا ويكب في الهاند ويعمل ارش اسمه دي بانر ارش. طبعا صعب جدا تجيب الريد الارش كله كاس وكاس اجيب اجزاء من ضمن الاجزاء سترايك ريد الارتري ان ذا فور ار اعرف يعني ريد الارتري ريليشن وبرانش ابدا بقى اشوف كده بارت بارت الارتري هو لازم من فوق بتاعها ده مين ارتري نازل ده ريد الارتري عيد سوبرفيشال ريليشن وديب ريليشن وميديا ريليشن ولاترال ريليشن يبقى العلاقات بتاعها كده. طبعا هتكتشف حاجه غريبه جدا بعد دقايق ان كل حاجه ريد كل حاجه ريد تقريبا يبقى هو ريد من فوق تحت هينام على عظمه مين العظمه اللي هينام عليها؟ دريد. طبعا اللي هتسمعوه معايا دوت شبحات سرحان دوت شطار العدد ده ولاد عظمه فيه يا ولاد ادي هيومن كان في عظمه بتيجي من فوق كده اسمها بايسكس تعمل سيرش قبل كده لو فتحت حاجه اسمها ريديال في الكورس الريتس كان بيبقى فيه عضله لازقه كده عليها من فوق اسمها سوبينين. طب ايه العضله اللي دي اسمها ميتوتيريس؟ الريتس كان عليها خط اسمه انتير اوبليك لاين تطلع منه عضله اسمها فيسو جستورم سوبرفيشال. طب تمام؟ طب لو جينا مع بعض اللور بارت بتاع الريتس الانتير سيرس كان بتطلع منه عضله بالصمت اسمها فليكسو فورسيسوم. طب ايه العضله المربعه اسمها كوادريس؟ طب ايه العضله اللي تحت دي اسمها ريتس؟ ايه الحاجات اللي ورا الارض تقدر مع بعض ولا عايز اقول الديب ريليشن بتاعك هقول جمله اللي جمعها يبقى معلم قوي اثنين برونيتور واثنين سوباينيتور واثنين فليكسور لسه بابا ايه الاثنين برونيتور؟ برونيتور فيلس برونيتور كوادريس اثنين سوباينيتور اثنين دول بتاع بايسكس والسوباينيتور مصر واثنين فليكسور لسه بابا سوبر فيشال وبرستون وعظمه ايه العظمه دي؟ ريكس انسى ما تنسى شوف الجمله دي انسى ما تنسى ما تنساش ريكس لان انت لما تكبر باذن الله قال لك عايزين نحس البالسيشن بتاع الشرايين. الريدة بتحس والقلب بتحس. بس الريدة احسن لان مزنوقة على عظمة اسمها ريد. احنا لما بنكبر شوية الممرضة بتاعت النبض انا دكتور انا باخد ايدي على الارض وادوسه بين ايدي وبين العظم. لو دوسته على لحم تاني خلاص. انما لو دوسته بين العظمة ادوس عليه بين الجدي كده اقعد احس عليه كده. وادوس عليه جامد ما ادوسش على لحم ضرب. احس الارض دي تصلب شرايين ولا مفيش؟ قوة النبض قد إيه؟ الفوليوم بتاعها عامل قد إيه؟ يعني مش مجرد عايز النبض، يعني دي نفس الممرضة دي على جنب. إنما إحنا لما بنحط إيدينا على الشريان كدكاترة بيعلمونا نطلع منهم أشهر حاجات أنا حتى الله يزيدهم. إنما مثبت الحاجات أو الحاجات الفكت الأساسية أفيد أرض بيعتمد عليه مين؟ الأرض اللي هتزنقه بين إيدك وبين عظمك.
ليه ايدك ومن العظمة لما كده؟ بس انا بقى معايا نو جيت وشوفوا القوة اللي انت محتاجها عشان تقفله. كل ما تبقى عايز تدوس جامد عشان تقفله يبقى معايا ضغط هايبر تنشن، ضغط عالي قوي. مجرد انك مش عارف تحسه والضغط ضعيف جدا لان الضغط واقف. مش كده لا، لما تدوس حد ايدك كده اوكي الارض ده بيغزل بس ريجي الجدار وريجي ده عنده تصلب شرايين. مش كده بقى، فقصة الشرايين دي بالنسبة للدكاترة والدكاترة الكبار بالذات حاجة طبيعية. فبالتالي لما الارض تنام على العظمة نحتاج تلك العظمة. مش كده لا، يبقى على طول لما تيجي تقول يعني هنسى اقصى العضلات وارد 90% من اصلا اللي بره ده مش فاكر ولا عضله من عضلات النعمه. هي الدكتوره سامع معايا هي استاذه قد الدنيا هي خلاص ايه امتيازات كل الكليه صراحه دي مليش مش ازيك يا مختار ازيك يا مرحبا ايه الاخبار دكتور سنتات كمان جايين نتصرف عليهم والله بقول لكم نص صفحه بس والله العظيم اهلا بيك دكتور منى سنتات كمان يعني حبيبتي معانا كلمه لو ربنا يخليك يا مرحبا بص عليك معايا يبقى العقد هنا دي بريليشن كام عضله بقى من ايه؟ ست. جه دكتور في سنه 47 كان زعلان من الطلبه قال لهم ايه؟ الديب ريليشن بتاع ريد الارتري ان اوردر. تعرف ايه معنى اوردر؟ بالترتيب مش اثنين برونيتو بتدرس ومانيتو لان فكل وقت يقول الطلبه حاجه بس يا ريت تبقى سامعين. العضله اللي هنا بتبقى عضله كبيره ليه؟ الريت حد سامعين لو جيت سالت في الديفينيشن بتاعتنا هعمل كده العظمه دي تتعرض في مين غير ادريت واعمل كده مات عايز اسال سؤال مين الديفينيشن طبعا كان عليها خط بان كده اسمه اوبليك لاين وهنا في برونيتور تبروس الناس اللي صح ده تقدر تقول لي ايه العضلات اللي هتحطها؟ الريدر تبروس دي ده الريدر تبروس ده كان بيصير عضله تنزل الارض بايس والعضله دي سميتها سوبينيك كويس في عضله جايه كده اسمها برونيتور تيب وبعد كده في عضله اسمها فيستور ديستورا سوبرفيشال سبليها ريد ان هيب وهيومر ارنر هيب وبعد كده في عضله اسمها فليكسور بيرسس لوز وفي عضله تمشي بالعرض كده اسمها فورنيتور كوادريس عايز امشي الارض مشوها على مين الارض لو حد فينا بيقول لي كده عايز على دور على التندون بتاع البايسبس والسوبينيتور كورنيتور تير وسوبرفيشال سوبر سترونجس وكورنيتور كوادريس تريك كنا بنقول للطلبه بي اس بي اس بي بي بس بس مش كده لا بي بي بس بتاع كده كده بايسبس وسوبرنيتو ادي واحده وفورنيتو كتير دو سوبر في الشيرز الاثنين وبي بي لما فورس سترونجرز وفورنيتو كوارديتا في معنى في البحر مشهوره زمان بس قبل ما تقول اوقات كان اسمها برجيت باردو برجيت باردو هي احلى من ناس عقلا بكتير مش كده كانت فرنسويه اه بنسى بس خلاص يا رب بعد الكلام ده مش هيتقال بعد الانتخابات من ضغط السكين وفشل وصلت ونعم على الله ما فيش احسن من كده
عايز تحس رد ارض، عايز يلاقي احسن من كده ايه؟ مفيش حاجه منعاك عنه مسكين وفشل ونايم على ارض. يبقى في اللور ارض التعريف يا اخي ده كلمه كانت ارض اتحست، عايز احسن من كده ايه؟ ارض من ارض الجلد ونايم على ارض، يبقى ده الادب بتاع الاحساس مش كده؟ يبقى الريد ارض في اللور ارض يبقى نايم على مين؟ على الريد ومتغطي بمين؟ مسكين وفشل. بس في الاور ارض متغطي بالبريكيو ريجاز اللحم بتاعها البيلي بتاعها. عايزين ميديا ريلاتر ريشن، ايه ميديا ريشن ريلاتر ريشن؟ قالوا ميديا ليك في الابر بارت برونيتور تيمز واللور بارت تبقى تندر بتاع اسمها فليكس والكارباي ميديات. لو حد فينا فاكر ده ميديا ايه بالكارباي ولا لا؟ كان ميديا عضله نازله اسمها برونيتور تيمز وبعدها فليكس والكارباي ميديات. عايز ليتر ريشن، مين ليتر ريشن بتاعتهم كده؟ البرونيتور تيمز قبل ما تبقى وراه كانت ثلاثه ليك، احنا لسه كنا حاطينها وراه كانت جايه كده. قبل ما تبقى وراه تبقى ليتر ليك، وليتر ليك كمان تندر بتاع اسمها فليكس والكارباي ميديات. ده الميدل ريسبتور طب لا ده الناس اللي صح لها سوبرفيشال شريط النيرف كان جاب سوبرفيشال شريط النيرف المحاضره اللي فاتت ده العقد اللي لسه تخش الكليه مش شوف بقى فيبقى ماشي لينا كده نازل لاتر الارض مش كده في الارض بارت بينهم كده في الميدل بارت اللي لمسه في اللور بارت هنا مش كده او شوف الكلام لو سيبت ده كله والله ارجع اسال سؤال الريشن الدايس ده بتاعها بالنسبه له مرتين ريليشن ازاي مرتين ريليشن في الابر بارت اللحم بتاعها لاترال في اللور بارت التندو بتاعها لاترال يبقى الريتشر تنس بتاعها عملت ايه معاه؟ كانت لاترال وركبت عليه ورجعت بقت لاترال ليه تاني؟ اسال سؤال مين الارض ده سميته ريد الارض؟ حد فينا يقول لي الريليشن بتاعته مين لاترال ريليشن؟ مين الانتيرو ريليشن؟ مين؟ طبعا انا مش هختصر حاجه ان كل حاجه في كلمه ميديا قدام بريتوريدات سوسينو فاشل لاترالي بريجو ريجال سوبرفيش انتنار وميديا ليه؟ البروتو سيزا دي وفليكس والكارباي ديل والزين ليه؟ الريدس والعضلات اللي هتبقى الريدس يبقى طول ما انت بتتحرم الريدس بس مريد الارض لو على مش على كلام فاضي يبقى العضل طول ما ماشي طبعا في جمله انا سجلت ان طلبه مش عارفها في بتحاول تو بيز اسمها بين كومتنت مش تقدر ايه معنى بين كومتنت ديت؟ احنا قلنا ان الارض يودي بس ما فيش ليه راجع حواليه تو بيز ليه رايك يعمل تو بيز حوالين الارض ما حطش ارض عشان الارض يخطط طول الليل نهار يسال على مين؟ على مين يستخدمون الكلام ده زمان في بيز ايه معنى الكيس ده رجعنا تاني قلنا انا عايز اسال سؤال اعرف ايه اللي يسال سؤال اعرف ايه عن الريد الارض ان ذا فوق يبقى ريد الارض اللي فوق الارض بدا على الليفل بتاع مين؟ نيك اوف غريب ونزل على اللاتر سايد طب هو نزل على اللاتر سايد من فوق لتحت مش كده بقى نام على الريد والعضلات اللي اتش فيها بس اللور ايه؟ نايم على الريد نفسها ومش هنسى انه نايم على الريد بس مش كده بقى مين اللي مغطياه؟ الروبيشن ديز وسكين وفاشل مين لاتر ريليشن بتاعته؟ في الاول حته اللحمه الحلوه البريكر ديز وتحت الدنجر بتاع البريكر وبينهم نيرف اللي ماشي جنب النيرف دي سوبرفيشن اللي داخل معاه كام لاعب بقى؟ ثلاثه في الابر بارت لاترال ونفسه يخش كليه الطب في النص ايه؟ خد عقل من كليه الطب في ثالث حاجه ايه؟ غير مسافه مهو بصراحه ما بصيتش للنهار وهو عايز ينام من طالب كليه الطب ياخد ايه؟ فاهم الكليه بشنطة وجزمة وعظمة وسكيلتون وكلام من ده، دي كلها فاهم الدنيا كده وينام شوية، لا ده مين ده؟ احنا على مش كده؟ ده الأرض سميته إيه؟ ريد الأرض. ريد الأرض دي ترجع ورا، يخش في حاجة اسمها أناتوميكال سناب بوكس. طبعًا أنا عارف إنكم أشطر مني بس مش قوي يعني. نبص مع بعض في المنظر ده، لو سألتكم سؤال بس هو صعب عليكم قوي، الرسمة دي صعبة جدًا. طبعًا الرسمة دي حلوة قوي مش كده ولا إيه؟ رائعة وإيه ده؟ إيه الأداء ده؟ إيه ده؟ ما اعرفش مين رسمه بس سلمكم عادي بص معايا العقد ده وليه؟ ده تحته بتاع مين؟ او داكتور فورستونز ودي مين ديت؟ اكستنسور فورستونز ومين ديت؟ اكستنسور فورستونز العقد هنا دي عقد اسمها سكافويد وعقد اسمها ترابيزي تمام؟ لما يكون ريد الارض كان قدام رجع ورا عايز يخش الاناتوميكال ستاب بوكس يمشي دي بالتندون ده ودي بالتندون ده لا ماشي في الاناتوميكال ستاب بوكس على الارض اللي عامل الفلور سكافولد وترابيزي عايز يخرج من الاناتوميكال ستاب بوكس يمشي دي بالتندون ده لا عايز اخد الهاند كده مين العضله دي فريد دور ده انت بص اللي داخل بتوين الهيدوين بتاعها مش هيرجع الهاند تاني يبقى الكورس بتاعه على الهاند عامل ايه بقى في الاناتوميكال ستاب بوكس نقدر مع بعض ولا لا يبقى اولا لو انت بتاني طبعا استعاده ذهني عن الاناتوميكال ستاب بوكس محدود لاتر الاثنين بقى دكتور بورستونجس واكسنسور بول فيمس وميديا الاثنين اكسنسور بورستون انا عايز اخش واطلع مش كده بقى وانت بتسالك في بيتكم عشان تخش
تمشي دي بالاثنين دول وعشان تطلع تمشي بالديب ده مش كلها مش محتاجه ذكاء. يبقى انا رجعت ورا ماشي في اي سكيت اناتوميكال ستاب بوكس وانا ماشي في اناتوميكال ستاب بوكس لقيت التندون بتاع الابداكتور فورسيسور فورسيسور لازم امشي ديب لو بقيت في الاناتوميكال ستاب بوكس عايز اطلع منه لازم امشي ديب للتندون بتاع مين اكستنسور فورسيسور اروح على الباك بتاع دي كان في عضله اثناء ثالث دور ده الانتروست اللي هي الهيب الارض يخش بين يخش كده الارض يبقى ورا الارض يبقى ورا الارض يبقى ورا عايز الدم يخش كده يخش بتوني تور بتوع عضله مين عضله يخش بتوني تور بتوع حد بيرك دور ده الانتروست ليه دي عادي بتوني تور كمان ويبقى في الهيب الكيرف من ده الكوميديا اللي انا ما اعرفش اسمه دي بعد هارد حتى يعود الارض الهيب تاني عارف بتوني تور اوب وتورز اوب تورز بتوع مين تورز بتوع مين لما كده هنا تورز بتوع عضله ما فيرز دور ده الانتروست صعب جدا لو السبيس دوت فيرز دور ده الانتروست ايه ليها هيد هنا وهيد هنا السبيس ده البروكسيمال بارت بتاع السبيس ولا ده البروكسيمال بارت بتاع السبيس؟ ده البروكسيمال يبقى الارت عشان يخش الهاند تاني يعدي في اي جزء لما كده في البروكسيمال بارت بتاع فيرست انت قصر بيس من اول الفيلم انت كار يعدي في تول بتاع عضله اسمها فيرست دول. طب انت سالت السؤال الاستاذ عندنا في الاسم تسال طبعا مين العضلتين اللي هنا والارت في الحته دي؟ مين دول اللي عايشين ده لما كده؟ لو فكرت الحته دي عايز حته كده مين دول الثلاثة؟ العضلتين دول الأرض، اللي يقدر يقول لي مين دول يبقى معلم أول دول، مين العضلتين دول؟ فيرست دور ده أنت روسيا وأتاكتور مين الأرض اللي معدي ده يعني ما تخش بالسكينة في الحتة دي، أقدر أجيب الحتة دي تبقى العضلتين الأرض دول، مين العضلتين الأرض دول لما كده؟ أتاكتور فورسيس وفيرست دور ده أنت روسيا والأرض اللي جاي من ورا كده معاكم قدامكم فاهمين بقول كده معايا الهاند دي من قدام كده من قدام ده كده من قدام وكده من ورا الارض دي ماشي قدام الارض دي ماشي قدام ماشي قدام ماشي قدام ودخلت ورا قدام وظهر تاني كده الارض دي كبر كده الارض دي عمل ايه بقى؟ كان قدام ورجع لورا ده اللي حكيتنا النهارده ودراعك بتاعك ما حدش دعوه بيه وجي عامل كده رايح وجي فارد دراعك كده وانا بذاكر وعملت كده باصص انا ريد. طب لو رفيت كده واطي دي يبقى مين؟ ريد. ولو دخل من هنا وظهر هنا واطي دي ريد يبقى مين اكتر من كده؟ ده ريد الارض عايز ريد الارض مش كده على ما كده يبقى كان على الفرونت وبعد ما كان على الفرونت عمل ايه؟ رجع ورا مش بس اسمه اناتوميكال ستابوكس لا اروح على الباب حب يرجع للهاند تاني لكن ترى السؤال بيسال بقى كده بص نقول له ايه؟ ريد الارض دخل هنا وفيش الفليكسور تركي لما ريد الفليكسور انا انت واقف كده طب خليك بقى مش كده ولا لازم في الواقع يبقى الشريط ده الارض والله اثبت كده بكالوريوس بيجيب لهم سؤال نفسه كده سوبر فيش شريط ده الارض انت دهان سوبر فيش الفليكسور تراك اجابته ميس نو سوبر فيش شريط ده الارض سوري انت دهان دي الفليكسور تراك اجابته غلط مش كده لا كده ولا كده ما عبرش ان الاثنين كلام لما كده هو ده الهاند ده الفليكسور تراك ده قدام ده لف وداخل من ورا مش كده لا يبقى عشان وبعدين هنا ده بقى ريد الارت ريد الارت ريد برانشات وخطوط
أربعة ثلاثة اثنين. بالفرقة دي أربعة ماشي. وعندك دي ثلاثة لما تخش الهاي دي اثنين ويعمل دي بالفرقة. يبقى كده عدد الفرنشاته تسعة ودي بالعرش طبعا الاثنين نعرف كده. فلما حصل الهاي دي نص كده بس أول ثلاثة بس. أول برانش بيطلع منه اسمه ريديا ريكارنت. الناس اللي داخل ايه؟ ريديا ريكارنت دايما. لو حد سرحان الأسئلة. الأرض ده اسمه ريديا الأرض. أول ما بيبدأ ريديا الأرض مش دينا برانش كده اسمه ريديا ريكارنت. خلاص؟ خلاص عادي. ريديا ريكارنت ودول هنا ولاد مصر الأربعينش وأنتي الكارفة وسبعتيشر. ايه شرح